اكتر حاجة فرحتني الايام اللي فاتت لما شفت بطولة خليجي 25 وشفت الشعب العراقي مالي الاستاد ب70,000 متفرج ورافعين علم العراق وبيقولوا النشيد الوطني العراقي وبيحتفلوا بعد الماتش على كورنيش البصرة والمدن العراقية وعلى السوشيال ميديا، والناس كل الوطن العربي بيدعمهم وفرحان ليهم. اللي احنا شفنا العراق تاني، ان امريكا طلعت من العراق، والعراق الدواعش والقاعدة ابتدوا ما بقوش زي زمان، وبطولة فيها منتخبات عربية تبقى في العراق، والاستادات العراقية اللي انا شايف والله العظيم احسن من استادات كاس العالم، ومنظر الجماهير احسن من كاس العالم اللي كان في قطر اللي كانوا مأجرين جماهير من الهند ومن بنجلاديش ومش عارف منين. الماتش في العراق واللعب الكرة، وانا فرحان ليهم، شعب محترم، وقابلت ناس كتير عراقيين هنا في امريكا، ناس محترمة وجميلة وبيحبوا مصر وعانوا كتير. انت عارف يعني ايه حرب؟ كان 20 سنة جيش امريكا هناك ولا 19 سنة، مليون عراقي يموت ويستشهد، وفي الاخر امريكا طلعت غصب عنها عشان العمليات من المقاومة العراقية ضدهم، وترجع العراق تاني. وان شاء الله اتمنى مزيد من الدعم من جامعة الدول العربية ومن الدول العربية مع العراق الفترة الجاية عشان ترجع العراق بتاعت زمان. لا، هتبقى احسن ومتقدمة اكتر من العراق بتاعت زمان، وكل الدعم ليهم، يا رب ترجعوا زي الاول واحسن، وكملوا على المنظر بتاع الاستاد المليان وانتوا بتقولوا النشيد الوطني، كملوا على كده واتحدوا وابنوا دولة جديدة، وخليكوا ورا القيادة السياسية بتاعتكوا، وما فيش قصة داعش او اخواني يخش تاني او اي حد مسلح، الناس تقف مع بعض ويحاربوهم وينظفوا البلد منهم، والناس العراقيين اللي بره العراق يدعموا الاقتصاد العراقي من تاني. وانا بجد بجد والله فرحان عشان انا شفت الغزو العراقي من 2003، وكنت في ميدان التحرير وقتها في المظاهرات اللي طلعت ضد الحرب، ولما شفت المشهد في العراق فرحت جدا، وداني ايه ده بجد، العراق ممكن ترجع وترجع بلد تاني والعنف ينتهي وتبقى دولة كبيرة زي ما كانت واحسن. العراق دولة كبيرة ودولة حضارة ودولة علم، دولة علم ودولة حضارة، مش دولة كده لسه طالعة اول امبارح، ده دولة بقالها الاف السنين. فكل الدعم من مصر لحبايبنا في العراق، وان شاء الله العراق تبقى احسن واحسن بيكو، وان شاء الله في يوم من الايام هروح ازور العراق باذن الله واشوف صحابي هناك واكل معاهم عيش صامون، مش كده؟ صباح الفل، سلام، تتدلل. سلام.